كده هو هو ها 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 واحنا هو ها 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 هو فكرة اليوجا الضحك بدأت أصلا من الهند من 20 سنة. دكتور طبيب اسمه دكتور مدان كاتاريا بدأت الأول بخمس أشخاص، بعد كده انتشرت في العالم كله. على مدار العشرين سنة دي بقت موجودة في كل دول العالم، فرقت معايا في حالتي الصحية وحالتي النفسية جدا لأن ليها فوائد كتيرة. طبعا مثلا إن إحنا الجسم بياخد أكسجين عالي جدا فجهاز المناعة بيبقى أكثر نشاطاً، المود والحالة النفسية بتتحسن جداً. أنا حسيت بتأثير عليا أنا شخصياً، عشان كده قررت أن أنا أبقى مدربة، لأن أنا عرفت قد إيه الموضوع بيأثر. يعني المناعة كانت بتزيد عندي عن طريق أن أنا أحضر جلسة يوجا الضحك. زي ما قلنا في الأول بيبقى ضحك مصطنع، وبعد دقايق بيبقى ضحك حقيقي. انت بتدخلي بتندمجي في الضحك لدرجه انه بيبقى ضحك حقيقي، وبالذات ان في تواصل بالعين. احنا ما بنبص لبعض الضحك معدي، اما بص لحد وانا بضحك وهو بيضحك بنضحك بجد بقى. يعني ففي خلال دقايق بالضحك المصطنع بيبقى ضحك حقيقي. ممكن جدا الواحد يضحك بس مش شرط يكون في حاجه تضحك، وهو ده اللي انا عايزه افهمه للناس، انه مش شرط. يعني انا مش باجي جلسه يوجا الضحك عشان انا مبسوط، ده انا باجي جلسه يوجا الضحك عشان ابقى مبسوط. الارض، الزرع، الهواء، الشمس، كل دي مصادر طاقه، فانت زي ما تكوني جايه بتشحني جسمك كله بالطاقه. واحنا كل الحركات اللي بنعملها دي حركات مدروسه ليها علاقه بالطاقه، كلها بتنشط مراكز الطاقه في الجسم بطريقه معينه، يكون الواحد يشحن بقى طاقه من المصادر دي. نزلت الصبح الساعة 7 مخنوقة مش عارفة أعمل إيه، وقعدت أتمشى على الكورنيش لغاية ما قلت أنزل بوست على الفيسبوك، لقيت الإيفنت بتاع النهاردة بتاع اللافتر يوجا، فافتكرته كده قلت طب ليه أنا ما أروحش، بس اتبسطت إن أنا جيت هنا. حسيت قد إيه إن الموضوع اختلف معايا، أنا كنت متضايقة جدا وكنت حاسة بحاجة غرقاني. إحنا كجروب جايين كل واحد جاي من حتة، بالتواصل اللي بالعين واللعب مع بعض بيبقى في تواصل بقى بعد كده. يعني ممكن ابقى قربت للناس دي بشكل معين عن بدايه السيشن، فدي بتفرق، بتقرب العلاقات. وعشان كده ساعات بنعمل اليوجا الضحك دي للاسر، يعني يبقى زوج وزوجه واولاد بيجوا يعملوا يوجا الضحك، بيحصل بينهم تواصل اكتر من العادي. مرضى الكانسر مثلا عملت لهم قريب بيبقوا كلهم مشتركين في حاجه معينه وهي المرض، لما بتعملي لهم دي بتقربهم من بعض جدا، وبتحسسهم قد ايه ان هم ممكن يكونوا احسن، ممكن يكونوا متفائلين اكتر، وممكن تفرق معاهم. يعني انا عرفت من خلال اصدقاء يعني انه في سيشنز بتتعمل كل جمعه هنا في حديقه الازهر لليوجا الضحك، ويعني كان عندنا فكره اوريدي عنها قبل كده، بس اول مره اجي احضر هنا في حديقه الازهر، يعني عشان عايزه اضحك، محتاجه اضحك. محتاجه اضحك مدفعه عشان تضحك. احنا من جوانا ما بنميزش بين الضحك المصطنع والضحك الحقيقي، انا عايزه اوصل لمرحله ان انا بضحك فعلا حقيقي من جوه. بس لا، كانت سيشن هايله بصراحه.